السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم مشاهدينا الكرام نتحدث عن ملف الاغتيالات، اغتيال الناشطين واستهدافهم. واليوم حقيقة تم اغتيال والد الناشط المختطف علي جاسب حطاب في مدينة العمارة بمحافظة ميسان. مصادر قالت إن مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على جاسب حطاب الهليجي والد الناشط والمحامي المختطف علي جاسب حطاب في منطقة المعارض التابعة لمدينة العمارة. والد الناشط المختطف المحامي علي جاسب كان قد قال في مقطع مصور بثه في وقت سابق إن ميليشيا أنصار الله الأوفياء الموالية لإيران والمنتمية ضمن الحشد الشعبي ثبت تورطها بخطف نجله إبان تظاهرات ثورة تشرين في محافظة ميسان وفقا للتقارير الأمنية وتقارير محكمة ميسان، وأكد أن حياته مهددة من قبل هذه الميليشيات نفسها. وانتقد أيضا في عدة مناسبات عدم تحرك الحكومة لكشف مصير ابنه الذي اختطف في 8 من شهر تشرين الأول 2019 دون معرفة مصيره. إذن هنا مشاهدينا الكرام لدينا جريمة جديدة ترتكب في العراق أمام أنظار القوات الأمنية بعلمها، لأن القوات الأمنية هي التي أخبرت والد المختطف علي جاسب بالجهة التي قامت بخطف ابنه، وبالتالي الجهات الحكومية تعلم من المسؤول عن عملية خطف ابن السيد جاسب حطاب الذي اغتيل اليوم أيضا على يد ميليشيات قد تكون نفس الميليشيات التي قامت بخطف ولده. أيضا موضوع آخر مشاهدينا الكرام وهي خطف أبناء الناشطين ومحاولة مساومة ذويهم من أجل يعني التمكن منهم. لدينا موضوع آخر وهو الناشط أيوب الخزرجي. هذا الناشط تم خطف ابنه في بغداد وتم الإفراج عنه اليوم، لكن الجهات الحكومية تحاول أن تبين الموضوع وكأنه الولد كان تائها أو ضائعا، لكن الروايات التي خرجت من والد الطفل الذي خطف بأن هناك ميليشيات قامت بخطفه والجهات الحكومية يعني أو هذه الميليشيات أو هذه الجهات التي قامت بخطف ابنه حاولت أن تستدرجه إلى بغداد ربما من أجل أيضا أن يختطف أو يعتقل، لكن تم الإفراج عن ولد الناشط أيوب الخزرجي. بس خلونا نسمع الآن حديث الناشط أيوب الخزرجي وكيف أنه اتهم الجهات الحكومية والقضاء بمحاولة التستر على الجنات على من يحاولون أو يقومون بعملية الخطف وربما أيضا من يقومون بعملية الاغتيال هي أيضا تتستر عليهم. فلنستمع إلى حديثه ثم نعود. أنا ابني كان مخطوف من يوم من البارحة الساعة 11 الصبح، طلع من البيت واختفى، وجتني رسالة انه تطلب مني الحضور الى بغداد لاجل اطلاق سراح ابني. قيادة عمليات بغداد صرحت انه تم ايجاد الطفل تائها في مجمع المشن، وهذا اكيد ابعاد عن الشبهات للجنات. شلون يعني مجمع المشن؟ انا رجال بيتنا بزيونة وابني تائه في مجمع المشن منذ يوم امس، تلقون الساعة 7:30 الصبح تائه في مجمع المشن. أنا كتبت ما ألقاه وما راح يكتبه قائد عمليات بغداد وعمليات بغداد نفسها، لكن التحقيقات يجب أن تكون مستمرة. والآن القضاء العراقي قاعد يعطل عملية إطلاق سراح ابني بحجة أنه ماكو قاضي مختص يبت بهذه القضايا لإطلاق سراح ابني، ودي يحاولون أن هم يبيتون ابني من اليوم إلى يوم غيد الساعة 9 صباحا لحضور القاضي للبت بإطلاق سراح الطفل. طفل عمره 10 سنوات يردون بيته بالمركز إلى باكر بعد أن عاش ليلة مرعبة جدا، لا أنا ولا أنتم نعرف شنو اللي صار بيها. مجرد جوي وصوروا وياه وعمو أنت وين كنت وعمو أنت سويت وعمو ليش هيجي، وثمان لا ثمان لا، هذا كل ما دي يحصل بالأمر. هذا البلد اللي احنا عايشين به للأسف. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى حديث والد الطفل المختطف،
وايضا يعني هو سؤال يطرح، هل الجهات الامنيه في العراق او هل القوات الامنيه الموجوده او الجهات الحكوميه هي شريكه لهذه الميليشيات فيما يحدث؟ لماذا لا تتحرك ان كانت هناك معلومات مؤكده حول الجهات التي تقوم بعمليات الخطف او الاغتيال، لماذا لا تتحرك هذه الجهات الحكوميه لامساك الفاعل؟ يعني قضيه اغتيال والد الناشط المختطف علي جاسب، هذا الموضوع مو وليد اللحظه، هذا الموضوع صار له اكثر من سنة الحديث يدور به، والرجل يؤكد أو أكد أنه المعلومات اللي حصل عليها بخصوص أنصار الله الأوفياء الميليشيا التي قامت باختطاف ابنه، هذه المعلومات حصل عليها من الجهات الأمنية من محكمة ميسان، يعني الدولة تعلم من هي الجهة التي قامت بخطف علي جاسب، ومع هذا لم تتحرك، ولا تزال القضية حتى هذه اللحظة مبهمة المصير بالنسبة لعلي جاسب. وطبعا الوالد المحامي المختطف هو لقى حتفه طبعا بسبب هذه الميليشيات وبسبب فقدان الدولة السيطرة على هذه العناصر المسلحة والتي هي أيضا جزء كما قلنا من الحشد الشعبي. أين الدولة من هذه المحاولات المستمرة في عملية اغتيال واختطاف الناشطين واستهدافهم، استهداف كل من خرج في ثورة تشرين مطالبا باستعادة الوطن المسلوب؟ لماذا مصطفى الكاظمي لا يفي بوعده الذي قطعه على العراقيين منذ بداية تسلمه الحكم بإيقاف العنف المستخدم ضد المتظاهرين ومحاسبة قتلة المتظاهرين ومحاولة السيطرة على السلاح المنفلت وإيقاف هذه الانتهاكات المستمرة ضد النشطاء؟ وأيضا الآن الموضوع وصل إلى ذوي النشطاء أيضا، بأن كل من يحاول أن يعرف مصير ابنه أو يضغط في هذا الموضوع يلقى حتفه كما حصل مع والد الناشط علي جاسب حطاب. يعني حقيقة أمور مؤسفة للغاية أن نستمر بسماع هذه الأخبار وبمعرفتها بقتل واستهداف الأصوات العراقية الوطنية التي تسعى دائما ولا تزال وما منذ بداية الاحتلال طبعا تسعى إلى استعادة هذا الوطن من يد مجموعة من اللصوص من الميليشيات من القتلة الذين يستهدفون العراقيين بأمنهم وحياتهم. الآن عندنا موضوع مرتبط طبعا ارتباط وثيق بهذا الحديث، وهو تسجيل صوتي مداخلة لزعيم ميليشيا سرايا السلام مقتدى الصدر في تطبيق كلاب هاوس، يتحدث به عن عمليات الخطف والاغتيالات التي تستهدف متظاهري وناشطي ثورة تشرين، وطالب من عناصر الميليشيا التابعة له بتجنب الدخول بخلافات معهم، وطالب أيضا بإيقاف هذه العمليات الخطف والاغتيال فورا. وطبعا هو يعتبر اعتراف ضمني بتورط أتباعه بهذا الموضوع. خلونا نستمع إلى حديث مقتدى الصدر ومن بعده نعود. ندخل في موضوع مسألة إنسانية بحتة، وهي مسألة الخطف والاغتيالات التي تجري في عراقنا الحبيب، وما يحدث من صدام بين الأخوة العراقيين فيما بينهم، واستغلال هذه المسألة لأمور انتخابية وسياسية، وكل هذه الأمور مرفوضة لدينا وممنوعة، ويجب أن توقف مثل هذه الأمور فورا، أن تقف مثل هذه الأمور فورا، ويجب على القضاء والحكومة التدخل بصورة قانونية لإنهائها فورا ولحماية جميع النشطاء والمدنيين وكل الجهات. وأنا أنصح بأن لا يكون هناك خلاف ما بين الأخوة في تشرين وما بين التيار الصدري، إلا خلاف منطقي وبالحكمة وبالموعظة الحسنة ومن دون صراعات غير قانونية إنجاز التعبير يتخللها بعض الأمور مثل الخطف والقتل والكلام البذيء. كلها هذه الأمور سيستغلها العدو والطرف الثالث وهو الفاسد لإجراء وأعمال أخرى يستفيد منها من أجل مغانمه وانتخاباته وسياساته الخاطئة التي تذهب بالعراق إلى الهاوية. طبعا يتحدث عن الطرف الثالث ويربط الطرف الثالث بالانتخابات، إذن هو أيضا يؤكد
بشكل غير مباشر أن الأطراف الثالثة التي تتحدث العملية السياسية عنها هي أطراف داخل هذه السلطة، هي أطراف مشاركة بالعملية السياسية، هي أطراف تسعى إلى الضغط بوسائلها الدموية للمكاسب الانتخابية. ثم نقطة أخرى هي موضوع رفضه لعمليات التعرض للناشطين ولكل من يرفع صوته في ثورة تشرين. أليست رنا عبد الحليم الناشطة من محافظة النجف إحدى ضحايا عمليات الاختطاف التي تمت على يد جماعة مقتدى الصدر، وخرجت بمقطع فضحت كيف تم خطفها عن طريق أتباع مقتدى الصدر؟ أليست القبعات الزرق وما ارتكبته من انتهاكات في النجف وفي كربلاء وفي مدينة الناصرية وغيرها من المحافظات العراقية في بغداد طبعا كانت أيضا ضمن هذه العمليات الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون؟ ألا يعتبر وزير القائد كما يسمي نفسه في موقع تويتر الذي روج لعمليات الانتهاكات التي أو دعا إلى الانتهاك ساحة الناصرية ساحة الحبوبي وإحراق الخيام، وبارك لهم لأنصار مقتدى الصدر ما قاموا به بعد أن جرفوا الخيام وأحرقوها أمام أنظار القوات الأمنية؟ ألا يعتبر الصدر واحدا من الجهات الكثيرة الموجودة في العراق التي ارتكبت ضد العراقيين بأبشع الوسائل الممكنة وقامت بعمليات خطف ولا تزال، وقامت بعمليات اغتيال وتصفية للناشطين والمعارضين لسياسات الصدر وغيره من في العملية السياسية؟ هذا السؤال. من معنا؟ معنا السيد أبو علي من واسطة، تفضل. محمد مساء الخير لحضرتك حياك الله. مساء النور لجمهور الرافدين. لا وراح أجيدك من الشعر بيت يعني. نعم. اليوم مقتدى الصدر يقول تصريح إلى عبر تطبيق كلوب هاوس، هم لحق كلوب هاوس وراح وراهم يقول خطف واغتيال النشطاء والمدنيين أمر مفروض نعم. يعني أتوقع أن مقتدى آخر واحد يتكلم عن الخطف والميليشيات لأن أساساً هو اللي أسس الميليشيات، تأسست من يمه جيش المهدي أول ميليشيات تأسست بالعراق وكان هي كانت شيعية وكان نظيرها بالسنة أو إذا محسوبين على السنة تنظيم القاعدة. بعدين طيب. عمل نفس الشيء عمل من جيش المهدي طلعت ميليشيات اليوم كلها الموجودة بالعراق كلها الموجودة كلها أفرع من جيش المهدي وموجودة وهمين اليوم يعني هم يعني ورد خبر من إعمار أنه اغتيال أبو الناشط المختطف نعم. المحامي علي كاسب حطاف نعم. يعني أستاذ محمد اليوم يعني أنت من تجي الشرطي نعم. وقاضي التحقيق والقاضي والسجان هم كلهم واحد نعم. يعني إلى من المشتكى طبعا الى الله سبحانه وتعالى فقط لا اثر ولا اقل يعني حديث مصطفى الكاظمي عن موضوع ايقاف العنف المستخدم ضد المتظاهرين وملاحقه قتلة المتظاهرين والكشف عنهم اين هو من هذه الجرائم التي ترتكب يعني علي جاسب حطاب والد المعتقل علي جاسب اكد سابقا ان المعلومات اللي حصل عليها بخصوص انصار الله الاوفياء هذه الميليشيا اللي قامت بخطف ابنه هاي معلومات حصل عليها من القوات الأمنية من محكمة ميسان يعني الدولة تعلم من هي الجهة اللي قامت بخطف الناشط علي جاسب ومع هذا صار الموضوع أكثر من سنة وماكو تحرك حكومي دور الكاظمي شنو إذن؟ دور الأجهزة الأمنية اللي مفروض بها حماية الناس شنو؟ دور الكاظمي أستاذ محمد يعني إذا أنت وراح يروح بس يمشي بالفواتح يروح يعزيهم ويرجع القوات الأمنية تسهل أمر الميليشيات سام محمد يعني إحنا يرتفع ضغطنا نعم. يحكي ويقول لك القوات وإحنا لازم نسوي نعم. هسه شنو برنامج الحكومي أول شيء للبرنامج الحكومي مصطفى الكاظمي الانتخابات وهسه شفتها تأجيل وراح تصير 2022 نعم. الكشف عن قتلة المتظاهرين ولا واحد لا اللي قبل لا يجي الكاظمي ولا اللي بعد ما يجي الكاظمي نعم. كانت يمكن شو اسمها اقليم كردستان اشجع من عندهم وطلعوا الاسماء وقالوا وهو سكت ما علق طبعا ولا حتى ولا طلعت وزاره الداخليه حتى بس طلعوا اللي الميليشيات اللي منتميه للحشد لما بالحشد طلعت وقالت انتم كذابين وانتم عذبتوا وانتم غيرها طيب محمد ماكو دوله يعني هذا يعني المفروض كل ما تبدون حلقتكم تقولون احنا نريد نحكي
عن عراق ما بي دولة، في ميليشيات اللي ناخذ رأي المواطنين. طيب. عن الميليشيات ترى محمد، العراق بميليشيات السلاح أقوى من أي صوت. مقتدى هو الرئيس القائد الشسمة كلهم وسط الأسماء كلهم قدامه أن يحكم العراق. طيب. مو يعني مو ديمقراطي، لا لا من عفرته. شلون واحد يعني البوديغارد العصاب شيء منهم كلهم حطهم باسمه وجاي يحكم العراق، لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. انا اشكرك يا سيد ابو علي من واسط، ويانا السيد محمد من الناصريه. تفضل يا محمد، حياك الله اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ومشاهديكم الكرام، حياك الله. الحقيقه احنا جايين نسمع ما يدور من بعض المسؤولين الكاظمي ومقتدى الصدير وبعض العناوين اللي يعني اوراقهم مكشوفه وجايين يحاولون ان يلعبون بهذا الوقت الضائع يعني. حقيقه لذلك المشكلة اللي يدعي أنه يريد الحوار أو يريد النقاش هو القاتل، وهو الذي يحكم وهو الذي يقوم بالتحليل. وهذه المعصرية تشهد على إزاعة الحبوبي من إختلالات وخطوب وقتل وكل أبواب الناس التي تفعل من هذه المتراحين. اليوم يخرج برداء الإصلاح وحوار إصلاحي وغيره السميات المقيتة التي أكل الأوسط. لذلك والكاظم هو جزء من هذه المنظومة. منظومة عفوا. وحينما البعض يتساءل ما هو دور الأجهزة الأمنية الحقيقة هي الأجهزة الأمنية من أين جاءت أو من الذي قام بالأجهزة الأمنية؟ هي بالأساس الأجهزة الأمنية مخترقة من قبل هذه الميليشيات. سلطة هذه الميليشيات هي أقوى بالأصل كل ما موجود. السلاح الذين يصطادون به في بغداد وفي عمانية وفي الكاظمية وفي النجف وكربلاء وحتى في الناصرية، هذا السلاح الذي يظهر أمامنا لدى الجميع هو نفس السلاح الذي قتل اليوم الشهيد المغدور في العمار، ونفس الذي يقتل هنا المحامي الشهيد علي وغيره الذي قام بخطف سجاد العراقي هم أنفسهم. وهم نفسهم يعرفون جيدا يعني. وأكابني الكاظمي يحاول ان يقدم نفسه بانه سياسي صاحب سلطه يدعو للحوار. هو وين هذه السلطه؟ هذه السلطه تطبق على منو؟ يعني اذا ما كان عنده سلطه على قواته ويامرهم وما حد يسمع، اذا هو كان فعلا ينوي انه يوقف العنف، الميليشيات اللي هي المفروض وفق القانون الحشد تابع للقائد العام للقوات المسلحه، ما حد منهم يسمع كلامه او توجيهاته، سلطته على من؟ أخي عزيز الحقيقة الكاظمي أداة بيد هذه الميليشيات. نقطة رأس خطر هكذا. الكاظمي أداة بيد هذه الميليشيات. والميليشيات هي التي من جاءت بالكاظمي كونها شخصية ضعيفة ويستطيعون أن يتحكمون به كما يريدون. هذا هو واقع الحال. نحن إذا أردنا أن نتحدث بصراحة والشعب العراقي يعرف هذه الحقيقة، والكل يعرفون هذه الحقيقة بأنه الكاظمي الذي جاء به هو مقتدى الصدر هو الذي الان ينشب على هذه الحكومه، وهذه الحكومه حكومه تيار صدري وهذه معروفه للجميع. والذي يقول عكس هذا هو ما احترم للجميع ولمشاهديكم الكرام ولحضرتك هو خالد. هذه الحكومه حكومه مقتدى الصدر وحكومه السائرون وحكومه التيار الصدري، وهذا القتيل والخطف وغيره وكل الذي يجي هم يتحملون المسؤوليه كما كان المالكي في عهد المالكي حين كان هو رئيس وزراء وكان الحكومة لحزب الدعوة. نحن لا نفرق بين هذه المسميات ولا نفرق بين عادل عبد المهدي والكاظمي وحيدر العبادي، كلهم جاءوا من هذه العملية السياسية وكلهم جاءوا من هذه الأحزاب وكلهم جاءوا من هذه الميليشيات وكلهم يعرفون ماذا يجري. يعني اليوم الشهيد المغدور في العمارة لن يظهر بفيديو ويشرح للجميع ويقول ويطلب والدموع تسيل أمامنا، وقبل قليل شاهدت هذا الفيديو على صفحة الشخصية وموجود. يطلب ويناشد الكاظمي يقول علنا ويتوسل ويدعو له بالأنبياء والرسول وبكتاب الله المقدس، يدعو ويقول بأن لديه معلومات خاصة مع الكاظمي، وهذه بالصورة والصوت ليست مني. ولن يستدعيه. لو كنت أنا بمكان الكاظمي لا أنا أذهب له ولا أقول بيكون ابن يعني شوف يعني الكارثة، ولده مختطف ويقومون بقتله، والكاظمي في نفس الوقت يدعو للحوار ومقتدى يدعو للحوار ومعرف من الحوار.
كلها تدعي من الذي يقوم من الذي يقوم بالقتل؟ نعم. المتظاهر السلمي الذي يرفع العلم العراقي، انا اتساءل كلهم الان وايضا الحكيمة على الحوار وغيرها يدعي الحوار، من يقوم بقتلنا؟ من يقوم بإرسال العبوات الليلية على منازلنا؟ من يقوم بالخطوب؟ من أشياء غريبة وكأنهم هم يضحكون على أنفسهم. الجمهور ونحن كمتظاهرين سلميين عرفنا من الذي يقوم بهذه الأشياء، سواء كان هنا في الناصية وحتى في بغداد وحتى في العمارة، نعرف نعرف هذه الجهات ونعرف هذه الحكومة بيد من ومن يسير هذه. ولا بالله عليك أنا أسأل أيضا من خلالكم ومن خلال برنامجكم الكريم، أيضا هو سؤال مطروح للمشاهدين. أنا أعرف جيدا بأن الآن محافظ ذي قار هو جاي من قبل حكومة الكاظمي وهو ضمن خلية الأزمة، لا يعرفون أهل أعلى مدينة الناصرية وهم يسمعون جيدا هذا الحديث، لا يعلمون جيدا بأن في زمن الأسدي حين كان عضوا في خلية الأزمة تم اقتحام ساحة الحبوب من قبل ميليشيا مرتدى الصدر، ولا يعلم بأن هذا الآن الذي هو الآن محافظ ذي قار بأن من أرسله إلى المحافظة بأنه هو الذي يقوم بقتل المتظاهرين في الناصية. يا أخي أسئلة وأسئلة كثيرة. شكرا جزيلا لك سيد محمد، أنا أكتفي وياك بهذا القدر من الناصرية. فعلا أسئلة كثيرة تطرح ولا إجابات حكومية عن هذه الأسئلة. خلينا نسمع رأي السيد حسين من البصرة، تفضل يا حسين حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله تفضل. حياك الله وحياك الاعتراف الديني وحياك الكادر مالي حبيبي استاذ. الله يسلمك الله يبارك بيك تفضل. تفضل يا محمد. اول ما وين اكو حكومه يعني؟ وين اكو حكومه يا استاذ محمد؟ وين اكو حكومه يعني مضبوطه؟ وين اكو واحد اللي يدافع عن حق الانسان؟ وين اكو يعني جبار هذا اجى هذا شو اسمه بابه اجى بابه وصار الخطب وصار القتل صار يعني شنو اللعبات هاي كبيره كالعباس اصلا ما كل امان. احنا في بيوتنا ما مأمنين استاذ محمد. الله يخليك. والله العظيم انا ادري شباب يطلعون للعمل، والله اتابعهم واخاف عليهم استاذ محمد. يعني الى متى يعني يا سيد حسين هذا المسلسل مسلسل القتل والخطف يستمر بالعراق والحكومات توعد العراقيين بالحياه الامنه وما حد يشوف هذا الامان؟ تتابع استاذ محمد يعني شو تسوي يعني؟ لا نعم شو تسوي يا استاذ محمد يعني هذا اللي هو يعني هذا يعني شو تسوي؟ لا لا ما حكومه لا وجهك نفسي تخلى علي نفسي يقول مصطفى الكاظمي يقول لا انت حكومه مؤقته ما لك اي حق يعني تتحكم بالبلد. انت ما تصير حكومه ذي الساعه لنا تدخل بيها يعني احنا بعد كتاره ما تصير لنا والله احنا كتاره ما تصير لنا يا استاذ. هذا الموضوع ما يقودنا يا سيد حسين انه الله يعني انه يعني العراقيين اليوم دا يدعون الى ثوره غضب، تظاهرات شعبيه واسعه، استكمال ثوره تشرين، لانه الحل ما عاد موجود مع هذه السلطه الا عن طريق الثوره والتظاهرات مثل ما يقولون اليوم المتظاهرين. ما تشوفوا برايك انه هو هذا الحل الفعلي للخلاص من هؤلاء الموجودين بالسلطه؟ والله يا شوف انا الا تحت الصفر. نعم. الا ساعه صغر استاذ محمد يعني ما اشوف هذا قصير حل يعني صح تروح بيها حايش تروح بيها يعني ناس الا انك ساعه صغر يلا نخلص من عندهم هذول ما نخلص منهم هذول حبيبي هذول لقوا كنز لقوا كنز وبس هم يعني اللي يقول بس مال ابهاتهم ياخذونهم خلوا العراقيين يبوقون وخلوا يقتلون هذا ويوظمون على هذا يودون على وليا العصابه عصابه الموت وعصابه الشتله مو موجوده استاذ محمد. نعم. لا تخلي حاكم له واحد. فني تخلي حاكم له واحد اثنين ثلاثه تلقى بالاعدام يعني عيد من عديد اضربه عيد من عديد وخليه يشوفونه جيت يعني والله ما نخلص منهم الا بالسلاح انا اقول لك الا بالسلاح. نعم. وانا اسال الله اقول لك انا من الناس اللي يسمعوني كل زين انا من الناس محضر حتى السلاح مالي. سيد حسين موضوع السلاح سبق وذكرت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين والمتظاهرين بأنه
هذا الطرح غير مرغوب به، هذا الطرح مرفوض، موضوع حمل السلاح هو شيء تسعى تتمناه السلطة أنه يصير، هذا الموضوع تتمناه الميليشيات أنه يصير، حتى يكون أكو مبرر أكبر بالنسبة لها حتى تبيد هذه التظاهرات. ليش برأيك أنت تتوجه إلى هذا الفكر؟ يعني ليش ما تسير مع الدعوات بالتظاهرات السلمية مثل ما فضحت الكثير من الوجوه، مثل ما سقطت حكومة عبد المهدي؟ نعم، وإن كان بتوجيه من المرجعية، لكن بسبب الضغوط الشعبية استقال عبد المهدي. يعني ليش ما نتوجه أو نسير على نفس النهج اللي حطتها ثورة تشرين باستخدام السلمية سلاح للقضاء على هذه الأحزاب الفاسدة؟ يا أستاذ محمد، ثلاثة أرباع جيشك، ثلاثة أرباع جيش الدفاع ميليشيات، الشرطة ميليشيات، اللي يشتغلون بالنفوط ميليشيات، هذا والله العظيم بس الاحزاب، ترى انا قلت بس الاحزاب، وكلهم هسه جاي يتفرجون على الشعب، والله جاي يتفرجون على هاي الشباب الورود جاي يصيح. انا اشكرك اشكرك يا سيد ابو حسين، وصلت فكرتك من البصره، شكرا جزيلا لك. خلينا نسمع راي السيد ابو ايسر من تركيا، تفضل يا ابو ايسر، حياك الله. ابو ايسر، الله يسعدك استاذ، الله يسلمك، ان شاء الله تعطيني شويه وقت. تفضل استاذ. هذول الرذيله معروفين، هو البلد اللي متروس من هاي المله الفاسده، يعني بالمخدرات والكبسله والهذا، ايش تتحرى من هيك ناس؟ هم ناس ارذل قتله، هم من زمان، يعني من زمان، مو يعني مو من سقوط النظام، قبل سقوط النظام هم شيمتهم هاي الحقيره، لان هم صاحبين ذله ومهانه ولقطاء، ف ما يقبلون على انسان يعني يكون احسن منهم وطني، وما يقبلون على بلد يصير براسه خير ويريد يعيشون، يريدون يعيشون دائما حياتهم يعيشون بالرذيله والمهانه. رايك باللي صار اليوم بموضوع اغتيال والد الناشط المختطف علي جاسب بمدينه العماره بميسان؟ الحكومه قالت له من الجهه اللي خطفت ابنه، الدوله تدري من اللي خطف ابنه، ومع هذا ناشد في اكثر من مره انه هو يتعرض الى تهديدات، اكو جهات نفسها اللي خطفت ابنه هي اللي دتهدده بحياته، ومع هذا ما حد حماه، ما وفروا له الامن، ما وفروا له الحمايه. شنو دور الامن اذا؟ شنو دور الدوله؟ الله يخليك استاذ، ترى بالعراق هي الدوله نفسها ميليشيات. نعم، ماكو دوله، يعني الدوله تشاليك بالكاظمي، هذا والله رئيس وزراء وكذا، الكاظمي يعرف صغيرة وكبيرة بالعراق، شي يحدث بالدقة يعرفها، بس ما يقدر كل شي يسوي، لأن هم أجابوه قالوا له أنت مجرد تقعد على الكرسي أي ملف ما تفتح، هو يعرف كل الملفات عنهم، كل الملفات، وكل قتل يصير هو بتوجيه إيراني للأحزاب الرذيلة. إذا مو قدها ليش باقي بالسلطة؟ باقي هو هاي هي العراق كلها قشمره بقشمره، ناس عملاء الايران، وايران عميله لامريكا واسرائيل في سبيل انه يقضون على كل القضيه الوطنيه العربيه. هاي موجوده مو بس بالعراق، حتى طيب. شوف هسه ليبيا، ليبيا هسه بدت تهدئ، يهدئوها وباشر عقبه راح تطبع ويا اسرائيل وكل شيء ينتهي. طيب. إيش قد إيران كانت تتهدد الإمارات قبل التطبيع؟ طيب، أنا أشكرك يا أبو أيسر من تركيا، أكتفي معك بهذا القدر، وحتى هم لن نتوسع بالفكرة. من عندنا اتصال؟ السيد صباح من بغداد، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا دليل يعني اللي الحكومة مع الأسف عليها، يعني حررت الطفل، تقول مين حررتك؟ يعني كل العراقيين يريد يعرفون الجهة الخاطفة منه. احنا بالنسبة لنا والناس العقلاء يعرفون انه كان مخطوف عند فصيل من فصائل الحشد الشعبي.
فمصطفى الكاظمي خلي يتابع كل اللي انقطفهم وكل اللي انقتلهم والنساء اللي انقتلت على عيد الحشد الشعبي عيد الميليشيات الولائية. فهذا أكبر دليل خطف الطفل، وهم هددوه بالفيس ومواقع التواصل الاجتماعي هدد ما أبوه يجي لبغداد يسلم نفسه يلا يطلقون سراح الطفل. فمصطفى الكاظمي وأجهزة القمعية اللي حررت الطفل، مين حررتوه؟ بالتأكيد صار ضغط هو على هيئة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية يقولون الولد ما مختطف، الولد كان تايه رايح مشوية اللي يزورون الإمام الكاظم بين في الوقت اللي طبعا يأكد بي والد الطفل المختطف انه لا جهات قامت بخطف ابنه، مو معقول انه يمشي هذه المسافة البعيدة. وايضا اتهم الحكومة القضاء والامن بان هم دا يتسترون على الجنات، يعني اذا هم دورهم يتسترون على الجنات من المفروض يحمي العراق؟ من المفروض يأمن حياة الناس؟ اذا الطفل مخطوف صار ليومين والاب حكى وصرح الاب ان ابنه مخطوف. نعم. والجهه اللي خطفته اللي هي فصيل من فصائل الحشد هدد من الوالد ان لازم يسلم نفسه في بغداد تحديدا. يعني الجهه الخاطفه هي تابعه للحشد، فهذا التكتيم الاعلامي ومصطفى الكاظمي او وزير الداخليه وكل الاجهزه الامنيه اللي ما تقدر تسمي منو خطفه، بس العراقيين الشرفاء من ثوار ومن كل الناس الشخصيات المهمه تعرف ان الخاطف وجهه الخطف هم حشد الشعبي، الحشد الشعبي هو اللي جاي يخطف وهو اللي يقتل وهو اللي يمتلك الاسلحه الكاتيوشا وهو اللي يمتلك الكواتم وهو جاي يصفي بكل واحد يقف ضد الحكومه، لان يعرفون اذا الشعب يعني أصر على تغيير النظام وإسقاط النظام ما راح يبقى حشد ولا راح تبقى فصائل موالية إلى إيران، راح تيجي حكومة وطنية. المتظاهرين يريدون ناس أشراف، ناس نزهاء، ناس يبنون بلد، فهم ما لهم أي دور بما يريدون المتظاهرين. فهم جاي يدافعون مثل مقتدى الصدر وهادي العامري، ما شفنا اي تصريحات له بكل التجاوزات اللي شفناها على ايد الحشد الشعبي. ما طلع واحد من المسؤولين بالحشد وصرح انه ضد اللي جاي يصير من خطف وقتل. نعم. ومو جاي يصير اضطهاد. طيب. ضد المتظاهرين واللي جاي يصير بالناصريه وبالبصره وبالنجف وبابل، ما طلع اي مسؤول بالحشد صرح قال هذا الحكي ما يصير. اما من يصير مظاهرات بالبحرين نشوف كل الطائفيين وكل الناس الولائيين يطلعون بالتلفزيون وينتقدون الحكومة البحرينية على اضطهادها للشعب البحريني. أما من يصير داخل العراق، لأن هم اللي جاي يضطهدون بديهم، ناس منافقين، ناس طائفين، ناس عملاء إلى إيران، ما تهمهم مصلحة البلد، جايين يخربون فقط وحكوها بلسانتهم، يقول لك احنا ما جينا نبني، احنا جينا نخرب ونفلش. والحقيقة هذا واقع حالنا الآن. شكرا جزيلا سيد صباح، أنا أكتفي وياك بهذا القدر، شكرا للمشاركة. عندنا السيد أبو فاطمة من النجف، تفضل يا أبو فاطمة حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. نعم، بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع اختطاف الطفل محمد ثم اطلاق سراحه، يعني هم يحاولون الان هذه الامور يعني لا تعبر يعني اذا صح التعبير على الناس، يعني كلهم يعرفون انه الطفل خطف لتهديد والده اللي موجود في اربيل، وصارت يعني الان قضيه راي عام، والان يريدون يبيضوا صوره القوات الامنيه وكذا الى اخره، رغم ان القوات الامنيه طبعا معروف متورطه في يعني قتل. اذا كانت القوات الامنيه عندها القدره انه هي تحرر المخطوفين، وينها عن علي جاسب وغيره من النشطاء المخطوفين المغيبين منذ فتره طويله منذ انطلاق الثوره، واليوم والد الناشط علي جاسب تم اغتياله على يد نفس الجهات اللي ربما نفس الجهات اللي قامت بخطف ابنه؟ اذا كانت القوات الامنيه تطلع تتفاخر وتحاول تبيض وجهها، وينها عن هؤلاء الشباب الناشطين المخطوفين؟ في الحقيقه استاذ محمد، يعني احنا نعرف نواه انشاء هذه القوات هي نشاتها ميليشياويه. يعني منظمه بدر والمجلس الاعلى في زمن بريمار هو اللي مع باتفاق مع ابراهيم الجعفري هو اللي اسس وزاره الداخليه والمغاوير والجيش وغيرها معروفه. وكذلك المشكله في
في وزارة الداخلية وحتى في الجيش، ونحن متأكدين من هذا، وعندي يعني كثير من الأمور والدلائل والإثباتات أنه هنالك مستشارين إيرانيين في كل دائرة وفي كل مديرية، ويعرفون كيف تتحرك وكيف تمشي هذه الوزارات، فضلا على الميليشيات الأخرى اللي تهدد. يعني احنا معروف أصحاب العمائم يأخذوا لهم تحيات المقدم والعقيد، وحتى الوزراء يخافون من عندهم. فأخي القضية في العراق لا توجد دولة، هنالك كونتونات، هنالك كل ميليشيا هي عبارة عن دولة، يعني معروف كلها. أبو فاطمة، متى برأيك يوضع حد للميليشيات، للحشد، لهذه الفصائل وكل من يحمل السلاح خارج إطار القانون، حتى أيضا للأجهزة الأمنية، القوات والعناصر والقيادات اللي تنتهك حقوق الإنسان في العراق؟ لا أبدا، في نحن لا نعول على حكومة الكاظمي ولا حكومة أي شخص سيأتي يستطيع أن يحل هذه الميليشيات، لأنها بجملة يعني بسيطة أنه إيران هي اللي مسيطرة على العراق بواسطة هؤلاء عبارة أخي محمد عن قوى منتشرة في العراق، إذا طلعت سائرون يضربها حزب الله، إذا طلعت حزب الله يضربها جماعة هادي العامري، هكذا مسيطرة على العراق، لا يستطيع أحد أن يتغلب على الآخر. وقضية تكميم الأفواه هذه معروفة في إيران، ثم أتوا بها إلى العراق. نحن لن نعرف قضية الخطف وقضية القتل وتقطيع الأجساد، وهذه إرهاب دولة إيران أتت بها إلى العراق، حتى في اليمن نفس الشيء، وفي لبنان نفس الشيء عندما قتلوا الصحفي قبل فترة. فهذه ستستمر أخي محمد، هذه الدوامة. لكن نحن بتكاتفنا كشعب، الشعب العراقي، وبأهم شيء أنه نحن ننهي قضية الطائفية، لأن التفجير الأخير في على جسر الأمة ماذا كان يراد منه؟ يراد إشعال الطائفية. بس جاء الرد بشكل سريع وفوري من قبل المتظاهرين، ورفعوا شعارات وطنية ترفض محاولات إثارة الفتنة الطائفية بالعراق. اليوم أيضا عندنا دعوات مستمرة للتظاهر للثورة من أجل الخلاص من هؤلاء، دعوات لثورات غضب ضد هذه السلطة الحاكمة، ضد هذه الميليشيات، ضد استمرار نزيف الدم. برأيك شنو اللي ينقص هذه التظاهرات أو هذه الدعوات حتى تكتمل وتطلع بالوجه السليم والصحيح؟ والله أخي محمد، أنا يعني برأيي المتواضع أنه دعم المتظاهرين ودعم الشعب العراقي المغلوب على أمره يتم من قبل خارج العراق. لابد أن نحن يعني نريد من أخوتنا العرب، من أخوتنا المسلمين، أن يدعموا، لأن العراق يعرفون نحن ظهرهم، نحن العمق الأمني للسعودية والعمق الأمني للكويت والأردن وحتى إلى تركيا. نحن نريد أن يقفوا معنا، ونحن يشوفون يعني نقتل ونخطف ونذبح وما زلنا في الساحة، وهذه ثمن الحرية أن نعطي دماء. نحن بتكاتفنا وباستمرار الناس الطيبة الأصلاء، وأنا أقول لك بصراحة وأنا متفائل وفخور بأخوتنا في كل مدينة. لماذا؟ رغم هذا الإرهاب والقتل المستمر ما زلنا في الشوارع، ما زلنا نقف ضد هذه الطغمة المجرمة اللي في المنطقة الخضراء وخارج المنطقة الخضراء. أنا أشكرك يا سيد أبو فاطمة من النجف، وأنا السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم، شلون أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله، تفضل. أستاذ محمد، بالنسبة للخطوف والاغتيالات هذه مو بعيدة على الميليشيات والأحزاب. نعم. فإحنا يعني مو عجيبة ولا غريبة علينا من نشوف هيك حالات. من هالوضع هذا يعني اللي صراحة أحزن كل العراقيين. اللي نتأمل يا أستاذ محمد من أخوتنا المتظاهرين أن الله يحقق مطالبهم ونتخلص من هذه الطبقة الفاسدة اللي جلبت للعراق الويلات والأحزان
هل تعتقد يا سيد عبد الرزاق انه الحل الوحيد اليوم الموجود بالشارع هو التظاهرات؟ استاذ محمد هذا يعني شو مثل ما تقول يعني ابسط الحلول والا هي المظاهرات انا ما اشوفها يعني تجيب نتيجه لتغيير نظام الحكم. ليش؟ يعني تغيير نظام الحكم الاستاذ محمد هذا يراد يعني شو مثل ما تقول ثوره عارمه يعني كل الشعب يدخل بها مو منطقه منطقه فهذا اللي يعني اذا تبقى على المظاهرات لا بس هو ايصال صوت للعالم استاذ محمد من خلال هاي المظاهرات ايصال صوت للراي العالمي بانه الشعب العراقي ما مقتنع بهذه الحكومه وما صابر بهذه الحكومه فهو يعني شو مثل ما تقول يعني ابسط الحلول هو هذه. نعم فنسأل الله أن يرحم الشهداء ويشافي جرحى ويحفظ العراق والعراقيين الأستاذ محمد. شكرا جزيلا لك سيد عبد الرزاق من بابل. عندنا بعض الرسائل مشاهدينا الكرام فلنقرأها لحضراتكم على الواتساب. طبعا نذكر أنه خدمة الواتساب هي خدمة غير متاحة للاتصال، يعني أنا أشوف حقيقة بعض الإخوة والأخوات يعتبون أنه إحنا ليش ما نرد أو ليش ما يتم استقبال اتصالاتهم من قبل القناة عن طريق الواتساب. هذه الخدمة لا تستقبل اتصالات، هي فقط تستقبل الرسائل المكتوبة. عندنا رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم، تحية طيبة لك أستاذ محمد المحترم وللجميع. يقول العراق ابتلي أهله جميعا بدون استثناء، أولا شيوخ العشائر الأجلاء ورجال الدين الكرماء ورجال السياسة والأحزاب الفاسدة والقوات الأمنية التعبانة والهزيلة والميليشيات الفوضوية أجندة يعني السيد أبو حاتم الكلام مربوط سوية، يعني حقيقة هذا الموضوع يتوه أيضا أثناء القراءة. عموما يقول أجندة الاحتلال والشعب تعبان من سوء الإدارة وقلة المادة والعمل، فعلى العراق أن يتحرك ويطرد الاحتلال وهؤلاء من العراق. شكرا جزيلا. عندنا رسالة مثل ما قلنا أحد الأخوة يقول ليش يرفض اتصالي كيان من بغداد. هذا مو رفض للاتصال، هي الخدمة لا تستقبل اتصالات. عندنا رسالة أيضا أحد المشاركين يقول رحم الله والد المحامي الشهيد الميساني، وإن أهل ميسان الأبطال وشبابها الثوار سوف يقومون بثورة ثأر للشهيد الذي سقط اليوم مدرجا بدمائه الطاهرة. في رسالة السلام عليكم أخي، الله إذا أحب عبده ابتلاه، بس الحكومة شنو دورهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، الله ينتقم منكم يا الأحزاب السياسية دمرتوا العراق. عندنا رسالة السلام عليكم بعد التحية، متى تحرق أسطوانة الميليشيات التي لا تستحق أن يستمر الشعب العراقي السكوت عليهم؟ الميليشيات ملة شديدة الجهل قوية بإيران وإسرائيل، لو خرجت قوة تخلصنا منها لأصبحت أمامها ضعيفة كالعنكبوت. عندنا رسالة أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على قناة الرافدين المناصرة للشعب العراقي، لقد حانت الساعة التي يخرج بها الشعب العراقي بأكمله لتغيير هذه الطغمة الفاسدة الناهبة لأموال العراقيين. لم يبقى وقت للانتظار، لأن هؤلاء إذا لم يخرجهم الشعب العراقي لن يعيش الشعب العراقي بخير، وهذه هي فرصتهم الأخيرة للخلاص من هؤلاء الفاسدين. عندنا رسالة، نقرأ الرسائل فيما تبقى من وقت طبعا. عندنا رسالة من أبو سمية من الأنبار يقول من أمن العقاب أساء الأدب، الميليشيات تخطف لأنها تعلم أن لا محاسب. هذا كلام مهم وكلام خطير حقيقة. وأحد الأخوة يقول جاي اتصل على رقم ACSL، قد يكون هناك مشكلة باستقبال الاتصالات بسبب ربما هناك متصلين ينتظرون أو متصلين يشاركون. نعتذر طبعا من الأخ كيان اللي ما استقبلنا اتصاله، بإمكانه أن يشارك في الحلقة القادمة. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.